استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا بتأسيس صندوق تكافل وكرامة وحوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين هي أبرز أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي استعرضت ملامحه وزيرة التضامن الاجتماعي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب. المشروع كله فكرته تأسيس أو مأسسة أو حوكمة الدعم النقدي. إذا شلنا الدعم النقدي يبقى هيبقى بتفرغ القانون من أصله. النقطة الثانية مرة أخرى تكافل وكرامة أو برنامج تكافل مستقل، برنامج كرامة مستقل بنشتغل بيه بقالنا أكثر من 10 سنوات الآن. فالمجتمع والشعب والأفراد المستحقين لهذا الضمان متعودين على الحصول على الدعم النقدي ولا نرى أي تخوف من ذكر دعم نقدي منفرد. الوزيرة أوضحت أن القانون يستهدف أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال القروض والمنح، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بقواعد منح الدعم. وأكدت الوزيرة أن المواطن له الحق في الضمان الاجتماعي باعتبار أحد صور الحماية الاجتماعية، وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة. برنامج تكافل ودعم موجه إلى الأسر الفقيرة، ومقصود به في هذه المادة الدعم النقدي غير المشروط. غير المشروط هو برنامج كرامة، هو دعم موجه للأفراد الفقراء والمسن من الفئات المخاطبة بهذا البرنامج، وبيفضلوا موجودين معانا في برنامج كرامة. عشان كده اسمه كرامة، كرامة المسن، كرامة المعاق، كرامة الأسر الأشد احتياجا، بيفضلوا موجودين معانا في البرنامج. ولفتت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على حق كل شخص في المجتمع في الضمان والحماية الاجتماعية، وله الحق في أن يأمن العواقب في حالات البطالة أو المرض أو العجز. الدستور بينص في المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي. فالفرق بينهم كبير. احنا محتاجين ان احنا نرصد هنا من ليس له حق في تأمين اجتماعي سيصبح له حق في ضمان اجتماعي. ويتكون مشروع قانون الضمان الاجتماعي من 6 أبواب تتضمن المواد الخاصة بتحديد من يحصل على التكافل وكرامة وحوكمة الاستحقاق والمساعدات الاستثنائية وتأسيس صندوق تكافل وكرامة والعقوبات الخاصة بالمخالفين لشروط استحقاق الدعم. هذا القانون ينجح إن خرجت له لائحة تنفيذية قوية ملتصقة بأرض الواقع ومشاكل أرض الواقع وآليات أرض الواقع تستطيع إنجاح القانون. فهنا القانون سيخرج بصورة إلى حد كبير جيدة، في بعض التعديلات قلناها بعضها قبل وبعضها لم يقبل وبعضها تم إحالته للائحة التنفيذية. القانون إن شاء الله ينجح إن كانت اللائحة التنفيذية هتخرج تسد أي ثغرة تعرقل أو تعطل مصالح المواطنين. أنت بتعمل تكافل وكرامة وبتبني إنسان، يعني أنت ما بتديش بس دعم معاني، لا أنت بتعمل معايير معينة غير مسبوقة للمفاهيم والتعريفات. احنا قعدنا في التعريفات جلستين عشان تعرف يعني ايه الاولى بالرعاية يبقى مين، ان هو المعيل يبقى مين، الطالب لما يخفق او ازاي نقف مع الاسرة في 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 في, في, في بناء الانسان المصري وبناء المجتمع المصري من خلال تكافل الكرامة. المزايا العينية التي يتكلم فيها القانون في مواده، اصبح ان احنا نقول للقانون ان احنا في مجمله هو لن يصادفه من قبل، فهذا القانون غير مسبوق فعلا وتم الفلترة بشكل قوي بحيث ان احنا نقدر نقول لكل الدعم سواء كان هذا الدعم النقدي يصل لمستحقيه فعلا مقتضى هذا القانون. عقب ذلك وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والخاصة بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد. وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على 5 مشروعات قوانين بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب عن الزيت والغاز في شمال بورفؤاد البحرية وجنوب نور البحرية وشمال الخطبة الأرضية بدلتا النيل وتنمية حورس بالصحراء الغربية ومنطقة تنمية جنوب الضبع بالصحراء الغربية. تحقيق أفضل حماية والتمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلا يمثل الهدف الرئيس لمشروع قانون التضامن الاجتماعي المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب. من مقر المجلس محمد شعبان، النيل للأخبار.